تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. شايفة أن الحوار الوطني كان مجال وفرصة كبيرة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يشمل جميع أطياف المجتمع المصري من الصغير لحد الكبير، الناس اللي موجودة في أحزاب والناس اللي برا الأحزاب، الناس اللي موجودة في العمل العام والعمل المجتمعي والناس اللي برا في الشارع، بداية من العامل لحد القيادات التنفيذية اللي موجودة في مؤسسات الدولة المختلفة. أنا شايفة الاقتصادي طبعا، وبالذات تو ديسكاس جزء الدولار. الحوار الوطني ده بيبقى ليه أهداف وتوصيات ومحاور، الخلاصة إن الحوار الوطني من خلاله بيكون فيه توسيع للمشاركة لجميع الأطياف، رجال نساء شباب، لجميع أطياف الشعب المصري تحت رعاية وتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ناس قبل كده ما كانتش شايفة إن في دعم ليهم، شايفين ان الناس اللي في القيادات التنفيذيه دول في مكان وهم في مكان، لكن في ظل عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع مختلف تماما. دلوقتي بقى اي حد بيبقى عنده مشكله بيروح مباشره للقياده التنفيذيه في اي مؤسسه حكوميه او اي مؤسسه دوليه ويقول له والله انا عندي المشكله الفلانيه، وبيقدمها وبيلاقي لها حلول. يعني عشان كده الحوار الوطني كان ليه فايده جدا، ان احنا بنوصل رساله للشعب المصري كله ان دلوقتي احنا في حريه في التعبير عن ارائنا، يكون في توصيات وحلول ونتائج لكل المشاكل اللي هيتم طرحها او لكل استفسارات جميع اطياف الشعب المصري اللي هيكون عايز يجد ليها حلول. طبعا في بيبقى في اهداف او محاور، سواء سياسيه، المحاور السياسيه الاقتصاديه المهنيه الثقافيه، بنفهم الشعب المصري الحلول لكل المشاكل دي من خلال الحوار الوطني. ابتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانيه منصه حواريه من الشباب للشباب، يعبر فيها عن افكاره، احتياجاته، امنياته وتطلعاته للوصول الى الجمهوريه الجديده يعيش فيها المواطن المصري حياة كريمة، آمن، مستقر، محب ومنتمي لوطنه، قادر على المشاركة الإيجابية في البناء والتعمير، يحمي وطنه ويكون الدرع الواقي له من أي مهدد أو عدو غاشم يفكر في تهديد أو تفكيك شعبه. اللي أنا منتظره من الحوار الوطني إن احنا نشوف حاجات بتحصل على أرض الواقع، ما يبقاش كل حاجة تتسوف للمستقبل أو قدام هنبقى كذا وقدام هنعمل كذا. نفسي نلاقي حاجة بقى نعيشها عشان احنا في فترة شباب أصلا، فاحنا عايزين نعيش ده في الشباب.